لازم ما تشوف القدام وتفكر برا الصندوق، كل واحد عنده أحلام، وخلي عينك ديما لفوق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، في الحلقة ما قبل الأخيرة من نهائيات قدوة، ولتعتبر الحلقة الأخيرة في المفاوضات لأن الحلقة النهائية حتكون ريكاب. فلهذا استعدوا معنا وخلينا نتفكروا آخر الحلقة الماضية شن صار فيها في الفلاش باك. والفكرة بتاع الموقع هي الموقع، ما عنديش موقع جاهز حاليا، أنا عندي مكان لكن ما زال ما أسستش عليه الشغل بتاعي، يعني شغل قاعد لفترة 10 سنين اللي أنا ندير في الدراسات في الموضوع بتاعي. في الموقع ما زال موجود لكن ما فيش تمويل أني أنا ندعم به المشروع بتاعي، فقررت أني أنا ناخذ الفترة هذه كلها دراسات نوسع بها المجال بتاعي، وحاليا أنا جاهزة لتنفيذ المشروع. أنا مقصودي هي من الأفضل أن هي تجيب ملفها دراسات الجدوى بتاعها تجيني في المكتب هنا على أساس أن تكون على اتصال بينا، ونحن جميع الصعاب اللي تواجهها إن شاء الله تكون عادكم معنا، يعني نقوم بدعم المشروع بالكامل. يعني أنا عندي نقطة لسيد صالح، نبي نشكر على الدعم الغير محدود للمشروع، رغم أن بأمانة أن المشروع في مخاطر، لأن قاعد فكرة هذه رقم واحد، ثاني حاجة أنه هو الاستثمار والتمويل كله حيكون من هو، فيعني المخاطر حتكون عالية جدا. باش نحاولوا تكون القطعة الموجودة بمواصفات فعلا تكون يعني مواكبة للصالة اللي بتنحط فيها، فأكيد حتكون التكلفة عالية لكن حتكون غير يعني غير مكررة، مش موجودة في السوق الليبي. أنا نأكد على الموضوع هذا، وكل المتابعين اللي هم وصلوا تقريبا ل 14,000 متابع عنا على الفيسبوك كلهم نفس ردة الفعل لما يشوفوا في القطعة اللي تنزل على الصفحة. فعلى قولتك يعني احنا التميز والإبداع لا حدود له في مساحة ربيعية. وزي ما شفتوا قرشنا كان الحلقة الماضية الأستاذ صالح العبيدي رئيس غرفة التجارة والصناعة بنغازي، وقدم عرض لسارة العبيدي وقرر أنه هو يتواصل حتى مع مشروع لجين العاقل، ونشوفوا إذا كان بيتم اتفاق بيناتهم أو لا. وزي ما استضفنا رئيس غرفة التجارة والصناعة بنغازي في الحلقة الماضية، في الحلقة هذه عندنا قرش ثاني غرفة التجارة والصناعة طرابلس، فلهذا حنديروا شوية توازن وحنشوفوا من اللي فيهم بيغلب ومن أحسن ومن بيمثل الغرفة أحسن تمثيل. حابة نقول لكم أعزائي المشاهدين إن عندنا 4 مشاريع انسحبت من برنامج قدوة. مشروع فاب لاب ليبيا للسيدة فتحية الزوي، سيدة فتحية الزوي انسحبت لأن هي قررت أن هي مشروعها تبي تخليه مشروع غير ربحي وما تبيش تحوله لمشروع ربحي بعد إعادة التفكير، وأن هي تبي تخدم المجتمع به. ومشروع فاب لاب ليبيا بنغازي حيقعد يدعم في كل المشاريع كحاضنة وحيدير دورة، ونتمنى نشوفوه بجد في كل منطقة من مناطق ليبيا، لأنه هو حاجة يعني احنا فخورين جدا بها وبعملهم، ونوجه تحية للسيدة فتحية الزوي ومشروع فاب لاب ليبيا. المشروع الثاني اللي انسحب وبكل أسف هو مشروع النقشة للبشمهندسة سهام صالح، للأسف خوها تعرض، خوها توفى، فالحقيقة انسحبت، وإحنا وعدناها أن بإذن الله في الموسم القادم من برنامج قدوة حتكون موجودة وحتكمل الحرب، ونتمنى أن هي تلقى المستثمر سواء في الموسم القادم من قدوة أو قبله. المشروع الثالث مشروع ورشة الديسكو للسيد محمد علي، هو قرر انه هو بينسحب وهو مش حابب يشارك حد في ورشة الديسكو، نتمنى له كل التوفيق، الحقيقة مشروع جدا، هو فنان ومشروع جدا ناجح، ونتمنى نشوفوه ونشوفوا له فروع في الأماكن اللي يحلم انه يفتح فيها فروع. والمشروع الرابع مشروع بيوتي بوكس، الحقيقة للسيدة شهد أبو الشواشي، الحقيقة لم نتحصل على رد منها، نتمنى لها التوفيق.
السيد محمد التواتي، احنا طبعا لان المشاريع انسحبت فرجعنا للقائمه اللي صوت فيها الجمهور للمشاريع اللي كان حابب ينقدها. كان المشروع اللي تحصل عليه اعلى نسبه اصوات مشروع محمد التواتي اكاديميه المميز، بس هو قرر انه هو ينسحب لانه هو مش مجهز الخطه الاستراتيجيه مازال متاعه. وايضا اي ستادي تواصلنا معهم وحصلوا مستثمر، فلهذا مباركوا لهم من هذه المنصه. فلذلك أعلى مشروعين وأعلى نسبة أصوات حصلوا عليهم في نفس القائمة اللي صوت فيها الجمهور هم مشروع SVL ليبيا اللي هو مشروع استخراج سموم العقارب للسيد حسين كافو، والمشروع الثاني مشروع سليمان إسكندراني Made in Libya وهو مشروع مركز أبحاث. فلهذا المشروعين اللي حيكونوا معنا اليوم هم المشروعين هذومايا، وكان هذا ملخص للمشاريع اللي انسحبت والمشروعين واخر مشروعين مشتركين معنا في اخر مفاوضات قدوه. وخلينا ننتقل لمسابقه الجمهور ونشوفوا جائزه المشاركات والمشاركات العامه، وهي سعيد الحظ او سعيده الحظ هي سرو الثابت. سرو الثابت الف مبروك ال 500 دينار، حيتواصل معك فريق البرنامج لتسليمك الجائزه. ونشوفوا جائزة أجمل تعليق، والحقيقة يعني نقول لكم إن أتلجتم صدري، يعني أنا بجد I'm overwhelmed بالتعليقات الجميلة والدعم وكل الآراء البناءة، يعني حاجة أنا جدا سعيدة وسعيدة إنكم أنتم حبيتوا البرنامج وتستمتعوا به وإن هو بيدو فائدة. أما التعليق الفائز فهو الحقيقة خلاني قريب نبكي يعني، وهو اللي خلينا نشوفه مع بعض لي أحمد بوتو. أحمد قال أني أحمد وعمري 12 سنة، لو كبرت شوية نلقاكم قدوتي قدوة تدعموني حنولي زيهم يا رب. التعليق هذا كان ليه جدا أثر جميل على نفسي، لأن هم هادو الشباب هم هادو المستقبل، وهدف البرنامج إنه هو يزرع فكر ريادة الأعمال في الشباب وفي الجيل القادم. احنا نتمنوك أحمد إنك أنت تكون رجل أعمال قد الدنيا وتدير مشاريعك وتكون أنت مستثمر، ويمكن أنت تدير برنامجك الخاص. احنا يعني ما نعرفش نستنوك ولا لا، حيقعد قدوة أو لا، بس احنا لو موجودين أكيد داعمينك، ونتمنوك أنت حتى أنت تكون دعم إن شاء الله في المستقبل. ومباركوا لكم الاثنين، وحيتواصل معك فريق البرنامج لتسليمكم الجائزة، ونبيك ال 500 دينار هادو تدسهم لمشروعك، أوكي؟ خلينا نمشوا فاصل وراجعين. كل واحد عنده أحلام وخلي عينك ديما لفوق. اللؤلؤ أحد عجائب الطبيعة، يظل أبيضاً ناصعاً ومثالياً لآلاف السنين. في مختبرات زالكس قمنا باستخلاص التركيبة التي تجعل من اللؤلؤ ثميناً للغاية، ومزجناها في تركيبة معجون الأسنان زالكس المبيض. النتيجة مذهلة، أسنان أكثر بياضاً وحماية، وكذلك ابتسامة رائعة تبهر كل من حولك. معجون زالكس المبيض بتقنية اللؤلؤ سيحول ابتسامتك إلى شيء من عجائب الطبيعة. هذا البرنامج برعاية كل واحد عنده أحلام وخلي عينك ديما لفوق. ورجعنا لكم، وطبعا عرفتكم على المشاريع اللي حتكون موجوده معنا اليوم في الحلقه ما قبل الاخيره من برنامج قدوه. وخليني نرحب بضيوفي ونبدا بالاستاذ حسام القماطي مستثمرنا وقرشنا لليوم. اول مستثمر، اهلا بك استاذ حسام. اهلا مرحبتين بك وبضيوفك الاعزاء يعني وبشبابنا يعني، ونتمنى لهم حظ موفق اليوم باذن الله. شكرا لك، ونتطلع لارائك الثمينه حول المشاريع، ونتمنى انك انت تلقى المشروع اللي راغب في الاستثمار فيه. شكرا ان شاء الله. ان شاء الله. ونرحب بقرشنا الثاني لليوم وهو رئيس غرفه التجاره والصناعه طرابلس الاستاذ محمد قدح. اهلا بك استاذ محمد. مرحبا اختي، اهلا بك. اهلا بك استاذ محمد، حيكون معنا عبر الهافت، احنا نتطلع لارائك، وان شاء الله زي ما وعدتني انك انت بتستثمر معنا في برنامج قدوه في مشروعين من المشاريع، فاليوم ان شاء الله نتمنى ان واحد من المشاريع ينال اعجابك ويحصل دعم غرفه التجاره والصناعه طرابلس.
بإذن الله إن شاء الله بالتوفيق أختي كريمة وللأستاذ المستمعين وفضل نسمع. بس عندي تعليق قبل ما تبدي الله يرحمك والديك في الشاب اللي بعث لك رسالة اسمه أحمد. أحمد اللي قلت قريتي رسالته وتعلمتي إنه شاب صغير. أوكي. هذا بلغيه أن عنده زيارة خاصة متحضرون رجال الأعمال في غرفة التجارة. والله شكرا لك. أنا كنت واثقة أن مداخلة غرفة التجارة والصناعة طرابلس حتكون مميزة يعني، فشكرا لك. هو الحقيقة أنا حبيت الأولاد ويستاهل كل خير وإن شاء الله نشوفوه رجل أعمال كبير. هذا رقم تليفوني بس نديره الأسبوع القادم، نبغى نديره لشبه احتفالية ونبغى نعطوه دعم من الآن حتى يكمل دراسة. يبدأ عارف ألف مبروك أحمد مرتين، يعني توا عندك ال 500 دينار باش تبدأ بيهم المشروع، وتوا غرفة التجارة والصناعة طرابلس حيدعموك باش تبدأ المشروع. شكرا لك. شكرا لك قرشنا. وننتقلوا للقرش الثالث، عندنا ثلاثة قروش اليوم، وهو الأستاذ محمد موسى. أهلا بك أستاذ محمد. مساء الخير يا دكتورة. مساء الأنوار ومرحبا بك. ومساء الخير على ضيوفك الأعزاء، ومساء الخير على المشتركين. إن شاء الله يحالفهم الحظ، إن شاء الله يكونوا عند حسن ظنكم جميعا. شكرا لك. وإحنا نتطلع أن واحد من المشاريع ينال يعني إعجابك وتستثمر فيه، فإحنا هنا موجودين للخدمة. تمام. شكرا لك. أكيد. ربي يحفظك. وبما أن هيك عرفنا بقروشنا، ننتقلوا لمشتركينا لليوم ونبدو بمشروع مركز الأبحاث وللسيد سليمان إسكندراني ميدان ليبيا. أهلا بك أستاذ سليمان. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ أهلا بك. يعني شوف، كل المشاريع انسحبت وذللت الصعاب باش يشترك مشروع ميدان ليبيا مرة ثانية في النهائيات. شن رأيك؟ يعني رزق حد ما ياخذ حد. ايوه بالضبط، كل واحد نصيبه. مستعد لاقناع المستثمرين ان شاء الله. ان شاء الله، نتمنى لك كل التوفيق. وننتقل لمشتركنا الثاني ومشروع اس بي ال ليبيا واستخراج سم العقارب، السيد حسين كافو. اهلا بك استاذ حسين. اهلا بك استاذ مروه. ونقول لك مرة ثانية، رزق حد ما يخدع حد، وألف مبروك وجودك في النهائيات وفي الحلقة ما قبل الأخيرة. نصيبات بارك الله فيك. والله نصيبات بالفعل. مستعد لإقناع المستثمرين؟ والله إن شاء الله. نتمنى لك كل التوفيق. وبهيك تعرفنا على ضيوفنا لحلقة اليوم، وخلينا ما نعطلوش عليكم ونبدو بعرض خطة عمل أو المشروع للأستاذ سليمان إسكندراني. صنع في ليبيا هو عبارة عن مشروع مختص بالبحث والتطوير، وكيف يمكن نديره دراسات، وكيف نقدر نصنع شركات تقدر تدعم الاقتصاد الليبي وتدعم الصناعة الليبية. الخطة الاستراتيجية للمشروع هذا، نفكر أول سنة المشروع هذا حيكون فريق صغير، نبو مكان صغير برضو، ورشة صغيرة، حنشتغلوا على مشروع واحد بس، نغطوا جميع النواحي الاقتصادية والفنية والجدوى الاقتصادية متاع المشروع هذا، ونشوفوا مستثمر يستثمر في المشروع هذا. تقريبا كم نحتاجه استيميشن هذا درناه بسيط بكل 53 ألف كتكلفة كلية، حيتقسم على تكاليف تشغيلية كلهن، يعني إيجار ومرتبات 16,000 و12,000 إيجار، ونبو بعض من المعدات البسيطة اللي يمكن ندربين بحث، يمكن يوصل إلى 20,000 مذكورات هنا، ومواد تشغيلية خام اللي هنا تقريبا 5,000. هذه الأول سنة بس. هذه كانت الخطة التشغيلية. شن حنطلع من أول سنة؟ نحن حنطلع بمشروع جاهز مطبق تقنيا وفنيا واقتصاديا وفعليا يحتاج السوق ونشوفه. وعلى الأغلب حنأخذه فيه أول سنة، هذه حنأخذه 20% من أرباح المشروع المتوقعة عن طريق المستثمر اللي حيستثمر معنا. وبعدين السنة الثانية حنبدو نبو قيمة أكثر اللي هي الضعف، حتكون من كانت 53 ألف حنحتاجه إلى 106.
نضيفوا مشروعين اخرى بدل ما كان المشروع واحد. المشروع الاول هذا اللي درناه حيرد راس مالنا متوقعين احنا في السنه الثالثه اللي هي بعد سنتين من اول ما المستثمر يبدا يستثمر في فلوسه في المشروع هذا، والسنة الثانية حيرد راس ماله تقريبا في السنة الرابعة حيبدأ يخش في أرباح. يعني المشروع هذا حيكون حنجيبه مستثمرين ومصارف بعد ما الأول فيز هذه بتاع السنة الأولى، حنجيبه مستثمرين في مصارف ندير لهم زي الليفنتكي ونوروهم شنو هو المشروع وأمتى حيرد راس ماله ونشوفهم من بيستثمر في المشروع هذا. برضو في نفسها في السنة الثانية حيكون نفس الفكرة، يعني بحلول السنة الثالثة حيكون عندنا 3 مشاريع و3 عوائد إن شاء الله. إذا عجبكم المشروع هذا يمكن تستثمر فيه، لأنه هو مش مشروعنا بس، نحس فينا مشروع يختص بليبيا وبتطوير اقتصاد في ليبيا كله. شكرا لك سليمان لتقديمك العرض. وقبل ما نبدو في أسئلة المستثمرين، انضمت لنا الأستاذة سارة باللمين ممثلة عن مؤسسة خبراء فرنسا. أهلا بك أستاذة سارة. أهلا بك مروة، أنا سعيدة جدا اليوم بمشاركتي معكم ونتمنى كل التوفيق للشركات اللي معنا اليوم. والله احنا نتطلع جدا لارائك وسعيده بوجود سيده، يعني انت السيره الذاتيه متاعك يعني سبقاتك، فاحنا سعيدين بوجودك ونتطلع لارائك حول المشاريع ونتمنى انك ان يعني نوجههم احسن توجيه ونقدم لهم الدعم باذن الله. شكرا لك مروه. شكرا لك. شكرا لك. ونرجع لمتسابقينا ومستثمرينا. طبعا سليمان ضروري جهز ورقه وقلم وتسجل كل الاسئله، لان المستثمرين حيسالوا اسئلتهم، وعندك 15 دقيقه للاجابه على كل الاسئله وفرصه لاقناع المستثمر. انت جاهز؟ ان شاء الله. تمام، جميل جدا. وننتقل لاول مستثمر والاستاذ حسام القماطي. السلام عليكم مره اخرى وتحياتي للسيد سليمان، وشكرا على البرزنتيشن السريع. طبعا انا اطلعت على يعني الانفستر بيتش اللي تم ارسالها يعني قبل الحلقه، وعندي مجموعه اسئله بالنسبه للبزنس كونسبت او التصور التجاري بشكل عام. يعني اول شيء بخصوص تصور العمل، هل المشروع حيكون في عمليه از فيزابيليتي ستدي، يعني بتقوموا بدراسات الجدوى وبعدين بتدوروا انكم تبيعوا دراسات الجدوى هذه ويكون هذا هو الاكزيت بتاعكم، او هي عمليه ايجاد فرصه وبعدين عامل البزنس بلان او الفيزابيليتي ستدي وبعدها بتشوفوا مانجمنت تيم هو اللي يدير المشروع ويتم بعدين البحث عن المستثمرين، لان اللي يسموا فيه يعني احنا نسمي فيه البروفن بزنس موديل او نموذج عمل تجاري مثبت للمشروع زي هذا، انا ما لقيتش نموذج عمل تجاري مثبت في الاسواق العالميه يعني تحل فيه. وممكن يصححني السيد سليمان او يقول لي والله احنا نموذج عملنا يشابه الشركه الفلانيه او يشابه المركز الفلاني، يعني على خاطر يكون نفهم المشروع بشكل عام. في نفس النقطه طبعا ذكرتها في الحلقه السابقه، لما اي شخص او اي رائد اعمال يقدم طلب لمبلغ مالي، عادة المستثمرين حابين يعرفوا عملية الفالويشن للشركة أو قيمة الشركة اللي هي البري ماني فالويشن، أو يعني لما أنت تطلب 50,000 تقول 50,000 هذه هل هي 1% من قيمة الشركة تبعك أو 50% أو 100%، على خاطر المستثمر يعرف القيمة أو القيمة التصورية للمشروع تبعك أو الشركة تبعك. يعني بصراحة فحابب بس توضيح جدا جدا مهم في موضوع البزنس موديل أو التصور التجاري بشكل عام، لأني ما فهمتهاش. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة مبدئيا يعني. شكرا لك مستثمرنا. وننتقل للمستثمر الثاني والأستاذ محمد قدح. شن عندك من أسئلة؟ أوكي محمد موسى. السلام عليكم. مش عارفه عشان صار قاعدين معي ولا انقطع الاتصال. اوكي ألو. محمد موسى مستثمرنا، عشان عندك من اسئله للاستاذ سليمان. مساء الخير يا باشمهندس سليمان. طبعا المهندس سليمان حقيقه المشروع بتاعه يعني هو فريد من نوعه الحق، بالذات في ليبيا يعني، او يعني
تصور سابق الحقيقة سنة وتصور جميل جدا يعني، وهو كان جاء على التارجت اللي نحن مطلوب عندنا في ليبيا هو مجال الصناعة يعني نحن مفقود شبه جدا. بس طبعا الباشمهندس سليمان عنده يعني نحن ما شفناش دراسة جدوى حقيقية للمشروع أو أرقام أو أي تصورات بعيدة أو قريبة يعني. بعدين المهندس سليمان قال نحن في 2017 عملنا 3 مشاريع، هالمشاريع هذه ما عطناش عليها أي فكرة، هل هي مشاريع في مجال الصناعة في مجال التجارة، هل حققت أرباح، كم حققت، ما عندناش عليها أي ريفيو يعني. كان بالأمكان أن يحطنا في الصورة في الثلاث المشاريع اللي هم اشتغلوهم في 2017. طبعا ما نيش عارف هو هل هو بعد ما اشتغل قدام 3 مشاريع حدينا كبزنس، هل هو قدام عن طريق يعني مؤسسة، هل هي شركة اللي مؤسسها، التيم اللي معاه ما عندناش عليه أي خلفية، كان معاه تيم ما نيش عارف أتي وضحها لنا. الباشمهندس سليمان طبعا طالب 500,000 دينار ليبي في أول سنة تشغيلية، قال وممكن بعد نحصلوا 4 مشاريع. طبعا بنعرف هل 500 هذين الألف اللي ضربن وين حينصرفن وشنو شكل طريقة الصرف بتاعهم، والأربع مشاريع كان جن 4 مشاريع يعني، كان مثلا حضرا فعلا 4 مشاريع، كم حيكون توقع المكسب يعني اللي هو حاطة في باله، والمستثمر كم حياخذ من المكسب هذا، ومجموعة التيم بتاع الصناعة ليبيا كم حياخذ، وهل في مجال انك انت يا باشمهندس بعد ما تدير دراسة جدوى هل في مجال، طبعا اكيد مش هل انا مهتم نقول بس لكن خلي ان نسمع منك افضل، هل في مجال ان دراسة جدوى تكون فيها خسارة بعد ما المستثمر يقوم بالعملية البزنس، ام نجاحها يعني بنسبة كم مضمون، وكان صارت فيه خسارة يعني كيف حيكون ردة الفعل بتاعك او الاكشن بتاع صناعة في ليبيا؟ شكرا لك. شكرا لك مستثمرنا استاذ محمد، ونمشوا لاستاذ محمد قدح رئيس غرفة التجارة والصناعة طرابلس. استاذ محمد شن عندك من اسئلة للسيد سليمان؟ تمام، أنا سمعت الأسئلة وسمعت حتى المستثمرين بارك الله فيه الأستاذ حسام والأستاذ محمد، الحقيقة سألوا أسئلة جوهرية ومهمة. أنا أولا أقول لأخونا سليمان أن حقيقة الفكرة جيدة يريد تطبق إن شاء الله في القريب، لكن عندي سؤالين. الأول، الفكرة هذه اللي عنده كم لها ومين لها أصلاً، من يقتبس الفكرة هذه؟ في نفس الوقت كم حيكون المستفيدين المواطنين اللي أو الموظفين اللي عندك كم بيكونوا عددهم من الشباب الليبي أو من العاملين يعني؟ هذا اللي يهمنا. تمام، هي هذه كل أسئلتك أستاذ محمد؟ لك الأسئلة الحقيقة غطاها أخونا الأستاذ حسام والأستاذ محمد، فما نقدرش نزيد نكثر عليه لك. تمام، وخلينا ننتقل لسليمان. أنت جاهز سليمان؟ إن شاء الله. تمام، حنبدو التوقيت، حيكون عندك 15 دقيقة تجاوب فيهم مدى بيك على كل الأسئلة وتحاول تقنع القروش هادو مايا بالمشروع. 3 2 1 and go. اوكي، بالنسبه للاستاذ حسام سال على البزنس موديل او النموذج العمل بتاعه كيف. البزنس موديل نحن عباره عن نقدمه في خدمه، الخدمه هذه عباره عن نجيبه في مشاريع. كيف نجيبه في المشاريع هذين؟ عن طريق احتياج السوق. هو مركز ريسيرش يعني، انا نعدي ندير نقعه نشوف السوق هل يحتاج الخدمه هذه او لا. لو لقينا يحتاج الخدمه هذه بعدها تنتقل للخطوه الثانيه اللي هم القسم الفني يطبق الفكره هذه او يدير منها بروتوتايب. بعد الخطوه اللي بعدها اللي هم القسم تاع اللي يديروا جدول اقتصاديه ويشوفوا هل ورث او مش ورث انه يشتغل الموضوع هذا. من هم الزبائن تاع الموضوع الشغل هذا؟ حيكون هم نفسهم المستثمرين او يكون المصارف او اي حد حاب يستثمر فلوسه بس يكون في مجال صناعي يعني مش تجاره او شيء. هذا هو البزنس موديل يعني، نحن مستهدفين الناس اللي عندهم فلوس. كيف نحن نكسب في الفلوس او كيف يجينا ريفينيو؟ يجينا عن عده، ممكن نقدر نستخدم عده، لكن اهم حاجه
الأساسي يعني نقدر نبيعه مثلا كان فيه براز اختراع أو إنوفيشن أو في شيء نقدر نبيعه بيع للشركة أو نقدر ندير حاجة واحدة أخرى، نقدر نشارك الشركة هذه في قيمة الأرباح أو قيمة المشروع هذا، هيك نكسب نحن. ويجد حتى عندنا استشارات للمصانع ولا بعدها يعني أو حاجات إدارية أو حاجات استشارية لو هو يبيهن برضه حيكون يعني عنده قيمة، يعني من هناك نقدر نجنو في الريفنيو بتاعنا. قيمة الشركة، قيمة الشركة تقريبا هي تقريبا نص مليون، إذا ما وضحت نص مليون حتكون حتبدأ صغيرة. لحظة بس يعني سليمان حنوقفوا لك نعم. الوقت بس الأستاذ حسام حابب يسألك حاجة قبل ما تكمل. مستثمرنا سليمان questions عشان بس يكون يعني نفهم بعضنا. كمثال يعني كيس ستادي، درت دراسة في السوق اكتشفت أنه ما فيش مثلا مصنع زجاج مثلا أو مصنع ياجور أو خط إنتاج ماشي ناقص يعني في مادة أساسية مثالا يعني، وحتتوجهوا مثلا لشركات مصنعة وحتطلبوا كوتيشن يعني أو مصدر لهذا المصنع أو خط الإنتاج. بعد ما تتحصلوا على الكوتيشن هذه ودرتوا دراستكم، هل حتتوجهوا للإنفسترز على خاطر هم يدعموا المشروع ماليا ولا انهم هم يملكوا المشروع ويديروه ويعني ولا انتم اللي حتديروه؟ هذه النقطة اللي مش فاهمها. تمام شكرا لك استاذ حسام، او نبدو لك التوقيت ونكملوا لك توقيتك. سليمان تفضل. اوكي يعني فرضا لو نحن تو عندنا مشروع جاهز ودرنا له دراسه سوق ولقيناه مشروع مربح جدا، حنشوف انفستور. الانفستور هذا حنبيعوا له نحن المشروع بيع، يعني هذا مشروع جاهز، نحن عندنا مشروع حخش ارباح كذا كذا والقيمه السوقيه نتاعه قيمه المشروع كذا. حاجه واحده اخرى، لو هو مثلا يبي اداره ويبي كل شيء يبي شغل، نحن حنجيب طريق نعينوه نحن نشغلوه نحن ونخلوه هو اللي يدير المصنع هذا ويشتغل. يعني نقدر نجيبه فريق نحن اداريا، نقدر نديروه نحن اداريا، بس هيك حيكون نسبه الارباح نحن نشارك ونحن وياه في الارباح، حتزيد الارباح نتاعنا نحن. بس هو لو بيشتري هيك مش حتكون المشاركه في الارباح نتاعها مش حتكون كبيره، هذه على حسب يعني كستمايز كل زبون ايش يبي. في تاجر يقول لك لا انا مانيش فاضي واجد، نبي عندي فلوس بنستثمر وخلاص، انت فكني اكل فلوس ودير لي كل حاجه، اوكي اي كان دو ات، اقدر ندير لك. بتقول لا مني لنا الاداره ومني كل شيء، اوكي خلاص تفضل مشروع هاك يصير المشروع هذا وشنو اسمه ومش حيكون في ارباح واجد، وبس انت حدد لي اداره المشروع. كمل باقي الاجابات، مازال كمل باقي الاجابات. اوكي قيمه الشركه حكيت عليها اللي هي حتكون مليون تقريبا، هذه قيمه الشركه الكليه يعني، وعلى حسب الانفستمنت اللي حتحطها حتكون النسبه تاع قيمه الشركه عندك فيها. بالنسبه للاستاذ محمد موسى حكى على دراسه الجدوى والمشاريع اللي عملناها نحن من 2017 وكذا، انا من جتني الفكره هذه انا كنت نشتغل يعني في مركز ابحاث اسسناه من 2017 كان مختص بالاطراف الصناعيه، بس قدرنا نوصل في ليبيا اطراف صناعيه ذكيه، وقدرنا يعني نجيبوا له الفند بتاعه وقدرنا نشتغل عليه كويس وقدرنا نطلع برودكت وقعدنا حتى في حتبر اختراع، وبعدها قعدنا نشتغل على مشاريع كثيره حتى في كوفيد 19 تو ضلينا عرض مشاريع وعرض برودكتس خاصات بينا نحن وقدرنا يعني نشتغلوا عليهم. بس هذين كلهم از ان جي اوز، نحن كنا نخدم از ان جي او مش كمباني يعني مش قطاع ربحي، فهذا هو اللي اكتسبت منه خبره وادركت ان يعني الحاجه هذه كويسه بكثير خاصه في ليبيا خاصه في البحوث الصناعيه يعني ناجحه جدا، وقعدنا نشوف الحاجه اللي ريبي بيها السوق جديات ونعدوا ندير لها ديزاين ونفس فكره المشروع اللي حكيت لك عليه ونعدوا نشتغلوا عليه ونطلعوا برودكت ونعدوا يعني نسوقوه في السوق وعليه اقبال كبير بكل. المستثمر انت سالتني عن قيمه كم حياخذ المستثمر، المستثمر هي قيمه الفكره او الشركه كلها تقريبا نص مليون، حياخذ المستثمر حيكون معنا يعني حيشارك معنا بالنص لو هو دفع 500 مليون هذينا. بالنسبه للجدوى الاقتصاديه والخسائر نحن مش حنشتغلوا مشروع الا بعد ما نقدر متاكدين منه، لان نحن مركز ريسيرش يعني لازم ناكدوا على ان في احتياج
احتياج السوق حقيقة للمشروع هذا، يعني مش حنقدر ندير لك أنا جدوى اقتصادية ولا حندير لك جدوى فنية ولا أي شيء إلا بعد ما نأكد على السوق، هل فعلا البرودكت هذا يحتاج السوق أو لا؟ لو احتاج السوق فعلا يعني بعدها يعني مش حتكون حاجة هيك، حيكون فيه بيانات احتياج السوق، كم الاستهلاك، كم اقبال السوق على البرودكت هذا، من المنافسين اللي في السوق، كيف انا نقدر مثلا ننافس في السوق مثلا في البضائع الصينيه او التركيه او غيرها. وهذا اللي فعليا كنا نشتغلوا فيه نحن كمؤسسه بحثيه من قبل، كنا يعني نديروا في ديكريزنج عالي بكل في قيمه الكوست، وكنا نديروا في حاجه كستمايز يحتاجوها الناس فعلا، وخاصه في موضوع من قبل الاطراف الصناعيه، وحتى في موضوع فيس شيلد اللي خدمنا عليه في كورونا فيروس او غيرها من البرودكتس اللي اشتغلنا عليه من قبل. وعندنا حتى بالنسبه لي انا احكي لك كمهندس كيميائي، عندي حتى ابحاث انا مشتغل كبرودكتس ومعامل، وعندي اشياء وات يعني جاهزه فعلا يحتاج السوق، ودرت عليهم دراسه بسيطه صوفيه. لو مثلا لا سمح الله كان في شركه استثمرت او صار لها خساره او شيء، اي حاجه تتقبل يعني قصدي probability هي معرضة للخسارة أو النجاح يعني، بس أنت كيف تقلل الخسارة هذه وكيف تخلي الموضوع ينجح أكثر، هي نسبة يعني، من قبل خسارة 50% أنت كيف تقللها 70%، وكل واحد يعني هو يستثمر وعارف روحه فيش يستثمر وعارف أن السوق هذا يحتاج جديات أو لا. كيف بدأت الفكرة الأستاذ كدح؟ الفكرة زي ما قلت لك يعني نحن بدينا كتيم يعني كنا مهندسين وعندنا يعني خبرة على البحث وكذا، ما ناش تيم كبير على فكرة يعني. بدينا يعني في البحث العلمي هذا، وما كانش تقريبا أي جهة هنا في البنغازي أو في ليبيا يشتغلوا على البحث العلمي ويطبقوا فيه يعني كمنتج جديد. بدينا نشتغلوا عليه وكانت يعني فكرة صعبة جديد، وبدت تكبر الفكرة وبدينا ننجح والحمد لله، وبدينا نطلع في برودكت ونطوروا فيهن، وبدوا الناس حتى يستعملوا في برودكت دينا، وبدينا ناخذ جود فيدباك عليهم. العاملين ما اللي حيستفيدوا من البروجكت هذا، مش حيستفيدوا نفر ولا نفرين يعني. انت كل سنه لما تبي تشتغل على مثلا بروجكت او تو بروجكتس بتدير عليهم ريسيرش، تبي تطلع البروجكت هذا يا اما ناجح يا اما خاسر في الاخير بك. فرضا كل سنه انت طلعت بروجكت مثلا مصنع او مصنعين، يعني المصنع هذا والمصنعين هذا حيشغل ناس واجد بك. هذا لو انك قدمت على البروجكت واحد يعني، لو خدمت على اكثر من بروجكت موضوع اكسبوننشال حيكون يعني يكبر معك، سواء في الناس اللي بيشتغلوا سواء في الارباح اللي حتحصل انت، ومهما كان قيمه الارباح قليله لان الموضوع اكسبوننشال حيقعد يعتمد على ارباح الشركه والجروث متاعها. كل ما تكبر الشركه كل ما انت جانك ارباح، كل ما تزيد انت ريسيرش على كل ما تدير انت سيرش قصدي وتطلع بروجكتس زياده اخرى، كل ما يكبر المشاريع عندك وكل ما الربح يزيد عندك. فايوه ان شاء الله يجيك جوابت يعني على الاسئله وكانت وضحت، فاي حد عنده بس اي سؤال يسالني عليه يعني. تمام، شكرا لك سليمان، هو ما زال عندك وقت. مستثمرين استاذ حسام، هل جاوب على اسئلتك؟ نوعا ما طبعا فيه مجموعه نقاط يعني اطول من وقتها هو يعني ممكن نحكي فيها بتوسع معاه شخصيا، ولكن بالمجمل تصور ان مثلا ان الفكره او ان فكره المشروع تعطي حق لطرف معين انه ياخذ up to 20% او 20% من قيمه المشروع، هذا صعب هضمه يعني لاي مستثمر حول العالم. المستثمرين عادة يهتموا جدا بموضوع الاكسكيوشن اكثر من الايديا، يعني موضوع التنفيذ اكثر من الفكرة. في مليار فكرة رائعة حاليا، ممكن في مليار فكرة تقدر تدير منها مليارات الدولارات، ولكن عملية التنفيذ هي اللي المقياس. طبعا انه هو بيشتغل في عملية بيدير ماركت ستادي او دراسة جدوى او بيدير فيزابيليتي ستادي، هذه كلها اشياء طبعا ممكن ان هو يقدم الخدمه هذه ويتم دفع مبلغ مالي يعني نظير الخدمه هذه، ولكن هذا لا يعطيه مثلا لا يعطي حق انه هو يطلب نسبه من المشروع في المستقبل يعني. هذا الموديل هذا او هذا البزنس موديل هو اللي عندي فيه مشكله كبيره جدا يعني.
لان مثلا بيجيب لي هو بزنس بلان تاع مصنع مثلا اسمنت ومصنع يجور قيمته 20 مليون يورو ويبت 20% من ارباح المصنع هذا، مجرد انه هو دار فيزابيليتي ستدي على السوق وقال لي والله لا في يعني في فرصه كويسه انك انت لو درت مصنع زجاج مثلا او مصنع يجور حتبيع، وبعدين نجيب المصنع ونستثمر ونجيب المانجمنت تيم وحنحط مال ووقت، وفي نهايه السنه الماليه حندفع له 20% من الـ من الـ من الارباح. طبعا لو هذا لو المشروع ربح، وفي حاله لو خسرت انا اتحمل المسؤوليه الخساره. فالكونسبت هذا صعب جدا هضمه لاي تاجر حقيقي يعني. فهذه نقطه خطيره جدا. هل عندك اي اسئله ثانيه استاذ حسام؟ لا من ناحية الأسئلة لا، بس لو هو حابب يعقب أو أنا فهمت غلط ممكن يصلح. تمام. أنا بس قبل ما يجاوبك سليمان حابة نقول لك إن مش إننا ندفع عليهم وما صغاري طبعا بس الفكرة إن سليمان إنسان جدا مبدع، وهو مش بس مهندس كيمياء يعني، هو طبق الفكرة هذه أوريدي يعني. هي تو هذه الفكرة المقترحة ميدن ليبيا، بس هم مطبقينها كانوا بطريقة غير ربحية يعني، كانوا يتعاملوا مع منظمات غير حكومية ومع فطبقوها من قبل في اسمها Made Here، معناتها everyone can research it، يقدروا يلقوها يشوفوا المنتجات اللي هم صنعوها واللي هم تحملوا مسؤوليتها يعني، وكلها كانت proven. فهذه حاجة بس حبيت أنوها عليها قبل ما أعطي الكلمة لسليمان. تفضل سليمان. Okay. Thank you for the event. Okay. هي مزبوط زي ما قلت أنت، ما حدش هيعطيك فلوس على فكرة الأفكار بالبلاش كده، لكن في فرق ما بين فكرة وفرق ما بين innovation ولا حاجة فيها باتل. أي حد يقدر يقول لي أنا مثلاً بندير مصنع ياجور أو اسمنت نعدي نشتري هواتي مثلاً من الصين ولا من إيطاليا وكذا، وأنا علي جاي أصلاً ناخذ منها كل الفكرة هذه. يس عنده حق مزبوط، بس الفكرة مش أنا، هي الفكرة في innovation. كيف innovation؟ يعني أنا لازم نزيد حاجة على الموضوع هذا. يعني أنا مش حنبيع ل أدي ثواتي أنا ولا حجيب من الصين ولا من مصر ولا من غيره. أنا حندي لديتا خاصة بي أنا، فيها ابتكاراتي أنا، فيها ما يتماشى مع السوق اللي بي، يعني كيف ما نقوله فيها النو هاو. أنا نبيع له في النو هاو، ما نبيعلاش أنا لا في فيزيبيليتي ستادي ولا نبيع له في فكرة، أنا نبيع في النو هاو متاعي، أنا نبيع له في الكرياتيفيتي اللي نقدر نطلع بها أنا في المشروع هذا. فأنا هذه هي أنا النسبة اللي حناخذها معتمدة بشكل كبير على النو هاو. أنا مش حن... أنا مش حن... تمام. أستاذ حسام شو بتقول؟ نوع الانتلكشوال بروبرتي اللي انت تعتبر فيها نو هاو، هل هي معرفه هندسيه، هل هي مثلا ابتكار انوفيشن بشكل بمعناه الحقيقي يعني. فهل يعني هي الموضوع هذا ينحل لو اعطيتنا كيس ستادي او دراسه او مثال يعني من واحد المشاريع زي ما ذكر زميلي، الثلاث مشاريع اللي يعني اللي حكينا عليها، لو يعني الوقت ممكن يسعناش، لكن لو تعطينا المشروع هذا ممكن نفهم التصور بشكل اوسع يعني، ويخلينا نحكم بطريقه ما نظلمكش فيها، على خاطر يعني ما حدش يزعل منا ولا شكرا لك. بس بالمناسبه استاذ حسام، انا بعت لك حتى بالنسبه للاطراف الصناعيه اللي صنعوهم الشباب، الفيس شيلد اللي اوريدي وزعوه، وتو نعطي الكلمه لسليمان. اوكي. نحن من اسمنا يعني مركز ريسيرش، يعني ما يعني نحن عندنا عرم ادفانتج اللي هي نقلله في التكاليف ونتحكم في الجوده وكل حاجه نقدر نديرها كستمايز. مثلا على سبيل المثال على المشاريع اللي خدمناها من قبل، العالم كله فيها اطراف صناعيه، العالم كله يبيعوا فيس شيلد كلهم، ليش ليبيا انتوا مش قادره تصنع اطراف صناعيه؟ لان ما فيش ماركت يعاد يجيب لك مثلا وكيل من برا او تبوخ ولا اي حاجه ويجي وما يعطوكش الديتا نتاعهم، ما يعطوكش السوفت وير نتاعهم، يجيبوا تقنيين يشغلوهم يوروهم كيف تصين كيف كذا، بس ما يعطوكش يعني ما يعطوكش النو هاو زي ما نقول قلت لك عليها هذه، ما يعطوكش لك، حيعطوك حاجات بسيطه وحتشتغل اوكي حتشتغل، لكن انت لما تشتغل حاجه من الصفر تشتغلها بروحك وتبدا تبتكر فيها حتقدر تطور فيها وحتقدر تعرف السوق وتقدر تتحكم في الاسعار نتاعها وحتقدر تتوسع وحتقدر تدير عرم اشياء. بينما لما يجد السوق محتكر من شركه والشركه هذه مسكره، ما تقدرش مثلا تخش انت في ارتاحه، ما تقدرش تدير تطوير، ما تقدرش اصلا تطلب منهم حاجه كستمايز كيف ما يبيها الزبون اللي عندك انت، فهذه حتكون مشكله كبيره.
وخاصه في مواضيع كثيره، يعني حتى في ابسط موضوع موضوع الصيانه، يعني ما ترجعش حد من الشركه من برا يدز لك صيانه ولا يدير لك هذا، انت في يدك كل شيء هنا. فهذه نقطه كويسه تشجع حتى المستثمرين انهم يستثمروا عندك، وهذه الجنان احنا لقينا الناس كلهم حيجون احنا ليش؟ لان احنا والله عندنا مشاكل صيانه اكثر شيء، وما نحصلوش في الناس اللي من برا ما يقدروش يجون لعندنا، والله عندنا احنا مشكله قلنا في التكاليف، التكاليف عاليه جدا ما نقدرش نلايموها، يعني تخرب عندك حاجه بسيطه جدا بتوصي على الاداره مش عارف جاي كم حاجه من برا غالي جدا. نحن قاعدين نديره في كوميونتي صناعي بحيث انك انت تقدر كل حاجه تصنعها هنا في ليبيا وتطورها بروحك هنا في ليبيا، ما نبيش نعتمد على حاجه من برا تجينا، يعني ما نبيش نكلم الصين بنقول لهم ايوه نبي مصنع مش عارف يدير في حيط ولا اي حاجه، نحن عندنا قرينا في الجامعات وعندنا عقول ونقدروا الحاجه هذه نصنعوها هنا في الاخير، في الاخير بك نصمموها نحن من عندنا وتصنع برا اوكي ويجيبوها لنا، لكن فكرتهم مهمه وتصنيعها مهمه، انا ما نحسش فيها تهزمني واجد. شكرا لك سليمان، نتمنى انه يكون جواب على اسئلتك استاذ حسام. تمام، ننتقل لمستثمر محمد موسى ونشوفه. اوكي مستنى استاذ حسام ما زال عنده شو بيقول. طيب حنرجع لك بعد الاستاذ محمد موسى. استاذ محمد موسى كويس. اول حاجه طبعا نبي ننوه الاستاذ حسام ان لا اول البزنس ما فيش زعل، ما فيش حد يزعل بحد، بل بالعكس نحن مفروض ان قاعدين في مركب واحد، يعني لا هو كان يشير علي انا هو عرفت. لا هو ما نحن كيف ما قلت لك نحن في مركب واحد بالضبط صحيح قاعدين مع السيد سليمان الاسكندر بيش نحاولوا ان نوجهه اكثر او نصلحوا لبعضنا يعني. تمام، نرد واخر نقول الموضوع اللي قاله الاستاذ حسام مضبوط جدا، اللي هو 20%. انا صار لي الحقيقه كونفيوزن يعني او ترخبط، ما عرفتش السيد سليمان اسكندر هل هو موضوع صنع في ليبيا، هل هو بتاع دراسه الجدوى بتاع السوق ويسهل للتاجر او المستثمر اللي بيجي على مثلا يقول له في مشروع مربح تعال نوري لك ونشوفه القصه هذه ويقعد ناجح، او هل هو مشروع تصنيعي؟ يعني انا نشوف ان 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 اللي تو اللي قال عليه السيد سليمان الموضوع خش في مجال انه هو يبي يصنع في 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 ليبيا حاجات تاعت مثلا قطع الغيار وقصص هذه، يحس هذه الموضوع اكيد ان هذا يبي كثير من الوقت والجهد وما مش عارف، انا نحس ممكن انا ما بيش طبعا البراجماتيزم ما بيش ان دي لا شت داون، بس نحس انه هو مازال لونج فيجن يعني بالنسبه لنا احنا في ليبيا، لكن ما مع هذا كله نبي يوضح لي الفكره هذه، هل هو يبي يصنع ام يبي يدير دراسه جدوى للمستثمر؟ وبعدين في حاجة ثانية مهمة جدا، ان المشاريع اللي فاتت اللي قال عليه الباشمهندس سليمان الاسكندر قال عليه ثلاث مشاريع للاسف هذه طلع عن مشاريع غير ربحية، فنحن ما اليوم انتم ما عندكمش اي اكسبيرينس يعني قاعدين تناقشوا في الموضوع مازال ما خرجش للواقع، يعني ما زلنا يعني المشاريع اللي صارت على الاطراف الصناعية والثاني تاع COVID-19 هذا كله مشاريع ما صارش فيه أي ربح ولا صار فيه أي استثمارات، فكان عندك في مشروع مازال ثالث أنت ما قلتناش عليه، كان عندك المشروع الثالث هذا اللي هو كان ربحي تقدر تعطينا عليه تفاصيل أكثر يا ريت، وشكرا لك. شكرا لك، وقبل ما نعطي الكلمة لسليمان معلش حابة بس نوضح ان هو فكرة مشروعه هو يبي يدير مركز ابحاث لدراسة احتياجات السوق وبعدين ان هو يصنع يعني فكرة او حل الاحتياج هذا يصنع في ليبيا، يعني هو لو المستثمر يبي ياخذ بس الفكرة متاع المشروع هو بيعرضها عليه بالطريقة هذه، يعني هو كأنه مركز يصدر في الافكار المدروسة وجدوى المشاريع للمستثمرين ككل، فهذه الفكرة الأمبريلا.
وتحتها يجي المشاريع اللي هم البرودكتس اللي هم يقدروا يخدموهم. هم داروا أبحاث في عدة برودكتس يقدروا يديروا بهم خط إنتاج. الفكرة أن هو يقدر زي ما هو شرح في البداية أن هو يستلم كل المشروع لو المستثمر حابب ويكمل حتى الإدارة متاعه بالنيابة على المستثمر بس بتزيد الأرباح يعني زي ما هو وضح. أنا بس حبيت ندير ملخص اللي هو شنقالة ونعطي كلمة لسليمان. تمام. أول شيء زي ما قلتي أنت بالضبط هذه الفكرة. يعني نحن مركز أبحاث. مركز أبحاث هو مش مختص بالتكنيكال بس. مركز أبحاث يعني مركز أبحاث في الماركت، نعاد نشوف الماركت وبعدين نعاد ونصنع بروتوتايب باش نأكدوا أن الدراسة الفنية هذه مضبوطة، بعدها نديروا دراسة الجدوى، بعدها نعطوها للمستثمر. هذه هي الفكرة. لكن نحن عبارة عن صناعة، لكن نحن مختصين حاجات الصناعية بالضبط. أنت قلت لي 20% تشوف فيهم واجد، 20% واجد بعد ما أنت تطرح في فكرة، بعد ما أنت تطرح فكرة وتقول لها جدوى اقتصادية ونبي 20% يس واجد بكل. بس أنا ما نطرحش في فكرة، أنا نعطي فيه في نوهاو، أنا نعطي فيه في حاجة يونيك، حاجة جاية عليك بالضبط، يعني على مقاسك أنت، حاجة أنت تقدر تتحكم فيها، يعني حاجة زي الانوفيشن أو حاجة زي براءة الاختراع أو حاجة زي هيك تقدر تحسبها أنت. يعني زي قيمة الفكرة، قيمة الفكرة أمتى تجد في فكرة عندها قيمة ولا لا؟ لما تجد فكرة مكررة والناس يديروا فيها كل ما هذه ما عندهاش قيمة، ما عندكش الحق تاخذ عليها أرباح كبيرة. بس لما عندك أنت فكرة وفيها قيمة، فيها قيمة مضافة، عندك الحق تاخذ عليها أرباح هذه. و20% مرات نحس فيهن شوية لأن أنت الجهد اللي تديره في أنك تطلع حاجة مناسبة مش سهلة بالواقع. يعني الأبحاث يأخذن في فلوس واجد بكرة. ف 20% ما نحسش فيهن رقم لان بعدين حيخش لك اكثر بواجد. هذا بالنسبه لسؤالك تاع 20%. بالنسبه للمشاريع اللي قلتي عليهم يس كنا نخدموا از ان جي او، لكن انا ليش انا شجعت الفكره هذه ونبي نديرها؟ لان نحن لما كنا نخدموا ان جي او جونا وقتها، لما كان جونا مستثمرين وقتها واجد بكي كانين بيستثمروا في المشاريع هذينا بدليل على انهم ناجحات وفعلا السوق يبيهم. يعني احنا لما فكرنا في حاجه يبيها في السوق، حاجة يبيها السوق. بعد انتقلنا من مرحلة حاجة يبيها السوق عدينا المرحلة الفنية، قدرنا نصنع حاجة فنية وقدرنا حاجة نبتكرها لنا بروحنا نحن باش نشتغلوا بها. يعني أنا نحكي عن تجربة. يعني مثلا لو كنت مش مجرب الشيء هذا وما كنتش نشوف الناس وكيف حابين يستثمروا في المشاريع هذين، وتقريبا كل المشاريع اللي بدينا نشتغلوا فيهن كل الناس أو المستثمرين أو أصول المصارف أو شيء كان عندهم اهتمام كبير جدا بالمشاريع هذه، ونحن اوريدي يعني ماشيين فيهن، يعني ماشيين في الجانب هذا. بس طبعا احنا كان جيوم عشان نقدر نشتغل كان جي او لانه بيقد موضوع ربحي، فقاعدين تو نفكروا ليش انا شاركت في برنامج هذا، وقاعدين تو ننتقلوا من مرحله الان جي او الى مرحله الشركات او البروفيت. جميل جدا، شكرا لك سليمان. وهو بالفعل يعني الانسان ما يقدرش يعرف يعني او كمستثمر او حتى يعني كصاحب مشروع انه هو بيعرف انه هو مشروع رابح ولا لا الا لما بتكون في عليه طلب. فما دام في طلب من المستثمر وطلب من الناس معناته ان هي الفكره مرغوبه. نتمنى لها النجاح. وخلينا نمشي لاستاذ حسام القماطي بما انه وعدناه بكلمه. استاذ حسام. لا، هو بعد ما شرح النموذج بدأ المشروع، يعني بدأ التصور أو البيزنس ايديولوجي بتاعه واضحة أكثر. يعني هذا يعني بارن بيزنس، يعني هو مفروض يسجل براءة اختراع في أو براءة اختراع لتغييرات أو كوستمز هو يديرها في منتجات معينة، وبعدين يبيع براءة الاختراع هذه لجهات أو مستثمرين. يعني وهذا زي ما ذكر زميلي، يعني الموضوع جدا معقد وشائك ومحتاج فريق عمل يكون يعني ناس عندها أول شيء مبدعة، ثاني شيء يعني من الناحية العلمية محتاجين إنهم يكونوا يعني حملة شهادات عالية ودكتوراه وخبراء في مجالهم، وثالث شيء يكون في جهات مختصة في عملية تسجيل براءة الاختراع لحفظ الحق القانوني والتجاري لأي براءات هم يقدموها. يعني بالنسبة للخبرات سواء كانت هي NGO قبل هيك، صح هي ممكن ما تثبت لناش الربحية الاقتصادية، ولكن تثبت لنا الاتراكشن اللي هي الرغبة، رغبة السوق في بعض المنتجات إن هي تتم تغييرها.
فهذه بس كلمة الختامية يعني. ونشكر أخص إيمان ويعني جدا جدا موفق. وإحنا يعني زي ما تقول الضغط بتاعنا بالعكس هدفنا إن نفهم المشروع أكثر ونبين حتى للمستمعين عملية اللي هي الإيفالويشن أو عملية التقييم كيف تمر يعني. شكرا لك. ونمشوا للسيدة سارة باللمين. أستاذة سارة، أستاذة سارة حابة تقولي لنا، لو ممكن تفتحي بس المايك باش نقدر نسمعوك. اسمع فيها. أي تمام نسمع فيك. حابة تعطينا رأيك أول حاجة في طريقة عرض السيد سليمان لمشروعها، هل كانت واضحة من الناحية التقنية والناحية الأكاديمية بحكم أنت كنت طرف رئيسي في ستريم مع الأستاذ تميم الديب، وتشاركينا خبرتك في رأيك، هل تعتقدي أنه هو تمكن أو سيتمكن من إقناع المستثمر أو لا؟ شن رأيك في مشروعه؟ أول حاجة نبي نحيي سليمان، مشروع جميل ومحتاجين إحنا فعلا في ليبيا، يعني ديما القطاع بتاع الصناعة ما الناس تركز على التجارة أكثر من الصناعة، فأنا يكون عندنا مركز مختص بأبحاث الصناعة هذا شيء هلبة كويس. نتمنى له كل التوفيق ونشكر المستثمرين طبعا وأسئلتهم كف ووفوا مع سليمان. من رأيي باش نكون صريحة يعني واضحة معك، في الأول ما فهمتش المشروع بتاعي، يعني ممكن كانت طريقة التقديم مختصرة في البرنامج أو كذا، فما كانش واضح بالنسبة لي هل هو يختص إن هو يصنع بروتوتايبس وكذا أو إنه هو مركز أبحاث. في الأخير وضحت الصورة طبعا مع أسئلة المستثمرين، بس زي ما ذكر أستاذ حسام أن الموضوع قاعد ما نقدروش نجزم أنه هو حيكون ربحي، خصوصا أنه هو ما جربش ما باعش يعني قبل، لكن كانت لي حاجات صنعها الأرض الواقع وكانت كواليتي هلبة مليحة. نتفكر أن أنا تلاقيت معهم قبل في معرض مشروعات صغرى وكانوا يعني بجد إمبرسيف يعني، فنتوقع أن هم فعلا حيقدروا يديروا حاجة وحينجحوا بإذن الله، وإن شاء الله المستثمرين يكونوا كريمين معهم اليوم. شكرا لك أستاذة سارة. وهما بالفعل يعني أنا لما شفت المنتجات يعني حسيت بالفخر إن في منتج محلي اختزل كلفة المنتجات اللي نستورده فيها بكلفة يعني أضعاف وأكثر من أضعاف الكلفة اللي تصنع محلياً، وفي نفس الوقت بنفس الجودة، ولو شرتها يعني وتبنتها المنظمات والفيس شيلد وزوعها للمستشفيات، كذلك الأطراف الصناعية، يعني نتفكر كانت كلفتها 10,000 يعني مقابل يعني الكلفة الدولية اللي كانوا يجيبوا فيها يعني من الخارج، يعني تفوق الرقم هذا أضعافاً مضاعفة يعني. فأعطيهم الصحة وخلينا نمشوا فاصل وراجعين. كل واحد عنده أحلام وخلي عينك ديما لفوق. اللؤلؤ أحد عجائب الطبيعة، يظل أبيضا ناصعا ومثاليا لآلاف السنين. في مختبرات زالاكس قمنا باستخلاص التركيبة التي تجعل من اللؤلؤ ثمينا للغاية، ومزجناها في تركيبة معجون الأسنان زالاكس المبيض. النتيجة مذهلة، أسنان أكثر بياضاً وحماية، وكذلك ابتسامة رائعة تبهر كل من حولك. معجون زالاكس المبيض بتقنية اللؤلؤ سيحول ابتسامتك إلى شيء من عجائب الطبيعة. هذا البرنامج برعاية كل واحد عنده أحلام وخلي عينك ديما لفوق. ورجعنا لكم وخليني نذكركم بضيوفي لليوم، السيدة سارة باللمين ممثلة عن مؤسسة خبراء فرنسا، ومستثمرين عندنا ثلاثة مستثمرين، الأستاذ محمد قدح رئيس غرفة التجارة والصناعة طرابلس، الأستاذ حسام القماطي مستثمر وصاحب شركة ألفا وكتاب صوتي، والأستاذ محمد موسى صاحب شركة هانيبال. وأيضا مشاريعنا لليوم عندنا مشروع سليمان إسكندراني ميد إن ليبيا صنع في ليبيا، ومشروع حسين كافو إس بي إل ليبيا واستخراج ثم العقارب. وزي ما شفنا في الجزء الأول من الحلقة استعرضنا خطة عمل مشروع سليمان اسكندراني أو صنع في ليبيا، وتوا خلينا نستعرض خطة عمل مشروع حسين كافو إس بي إل ليبيا. مثل مهمة شركة في إنتاج ثم العقارب لاستخدامه في الصناعات الدوائية، وأيضا إنتاج الأمصال لتعادل
سموم العقارب وتساهم في علاج وإنقاذ حياة الإنسان. معروف أن سم العقرب من أغلى من سم من جرام سم العقرب أغلى من جرام الذهب، حيث أن سم العقرب يمكن احتفاظ به لمدة 10 ساعات، أقصى حاجة 10 ساعات. أيضا المدة كافية توريد السموم شركة، وهي هذه المدة كافية توريد السموم شركة الأدوية والمتعاقدة مع صاحب الشركة. تفاصيل مشروع: سيتم تجهيز معملين، معمل في مدينة يفر ومعمل في مدينة أوباري ليكون قريب مصادر لأن تتوفر بكثرة. اثنين، تجهيز مكان يستوعب ما يقارب 20,000 عقرب، فمن فوق توضع في حوافض بلاستيكية. معروف أن سعر الجرام الواحد يتراوح من 5,000 إلى 9,000 دولار، والسبب أن عند استحلاف العقارب لاستخراج جرام واحد يحتاج إلى 1,000 عقرب. كل أسبوع نتحصل على مقارب من 10 إلى 20 جرام. لو استخدمنا 20,000 عقرب يتم الحصول شهريا ما يقارب من 20 إلى 50 جرام. تكلفة هذا المشروع تكلفته من حوالي من 250,000 إلى 270 أو 75,000 دينار. تفاصيل الأدوات: نحتاج إلى أرفف ما يقارب 14,000 دينار، مصابيح ما يقارب نحتاج إلى العدد 15، حوافض بلاستيكية من 10,000 حافظة إلى 20 على حسب الإنتاجية. العقارب حتى هي نفس الموضوع من 10,000 إلى 20. باور سبلاي 8، جهاز تجفيف سم العقرب وثلاجة والثلاجتين، معدات عمل 2,000 دينار. عدد الموظفين يتراوح من 10 إلى 15 موظف، حسب كل موظف بيعمله. مزرعة موازية من حشرات، وهذه المزرعة الغرض منها توفير غذاء للعقارب. جهاز تعبئة المنتج، تأجير مبنى، أو نحتاج اثنين مباني، مبنى في أوباري ومبنى في مدينة يفرن، وموقع إلكتروني الإجمالي ما يقارب 272,000. شكرا لك أستاذ حسين كافو على تقديمك لمشروعك. أنت جاهز لأسئلة المستثمرين؟ أكيد. تمام، حيكون عندك 15 دقيقة، فلهذا حاول تسجل كل الأسئلة باش ما يفوتكش إجابة المستثمرين وأقنعهم في وقتك المخصص. تمام؟ تمام. وننتقل لمستثمرينا ونبدو بالأستاذ حسام القماطي. أستاذ حسام، شن عندك من أسئلة لحسين كافو؟ مساء الخير سيد حسين. أول شيء والله هذا كان من أول ما طلعت على البيتش، كان من أكثر المشاريع يعني خلال المسابقة هذه اللي كنت مهتم بها، يعني لدرجة أني تواصلت مع شركات عالمية في الموضوع. حبيت نحن من منتج العمل، كانت فيه أكثر من تقارير صحفية غطت الموضوع خلال سنة 2018 و17، والباين على أن دول زي مصر وإيران تحركت في المجال هذا، حتى تركيا يعني مؤخرا كانت مركزة في الموضوع هذا، فالموضوع جدا شدني. يعني لحد قبل الحلقة بحوالي نص ساعة يعني تلقيت إيميل من أكبر الشركات الفرنسية اللي هي دقيقة اسمها لاكستيل، شرحوا فيه يعني الكونسبت بشكل عام. يعني صحيح كل المعلومات اللي أوردتها حضرتك مضبوطة حاليا، يعني بما لا يدل مجالا للشك إن سائل سم العقرب من لم يكن هو أغلى سائل حاليا موجود، ولكن فيه مشكلة بسيطة جدا، وزي ما تقول حنا يقول اللي بين هذا مربط الفرس، يعني إن عملية البيع، يعني العملية ليست في عملية الاستخراج أو عملية الحصول على العقرب. الفكرة إن لابد العملية كاملة من عملية يعني من كل عقرب ينشد، نعرف شنو هو نوعه، شنو هي يعني النوع الجيني بتاعه. العملية تتم بطريقة معملية، بطريقة طبية بحتة علشان تتمكن من البيع.
وهذا الأمر سبب إن شركات كبيرة في شركات كثيرة يعني سواء في إيران أو في مصر واستثمروا مجموعة كبيرة من الناس يعني في المشاريع هذه وما تمكنتش من البيع بعد الوصول يعني للحصول على أو استخلصوا سم العقرب. سؤالي اللي هو سؤال مفصلي جدا، هل لديك علم بالمواضيع هذه وهل لديك مشتري؟ وفور الإجابة يعني ممكن يعني تكون فيه أسئلة تانية. تمام، شكرا لك أستاذ حسام. وننتقل للأستاذ محمد قدح. أستاذ محمد، شنو عندك من أسئلة اللي حسين كافو؟ أستاذ محمد قدح، تمام، حنعاود ونتحصل عليها من أول وجديد. للأسف انقطاع الكهرباء يسبب في انقطاع الخط. أستاذ محمد موسى، شنو عندك من أسئلة لأستاذ حسين كافو؟ تمام، مرحبا أستاذ حسين. طبعا المشروع أنا بقني أستاذ حسام وقال عليه وجهة النظر، هي وجهة نظري أنا من نفس وجهة نظر أستاذ حسام، أن المشروع فعلا يعني توجه كبير للعالم فيه بالذات إيران عشان هي موطن العقارب الأول على مستوى العالم، وتركيا أصبحت يستخرجوا ويصنعوا في مصر مش حتى يوردوا فيه شركات، يصنعوا فيها مباشرة. تمام، الأستاذ هنا طالب 44 ألف دولار أو ما يعادله بالليبي، ما يعني ما زال شرحه ناقص في المطلوب للشيء هذا المبلغ، وفي نفس الوقت عندنا الحاجة المهمة جدا إن في واحد من تقديماته يقول إن هو عنده عقد أو عقود مع شركات فرنسية، هل في مجال إنه يطلعنا على العقد أو العقود في حالة إن هو بدأ يعمل في استثمارات مع الناس اللي برا؟ أو أنا فهم غلط ممكن يكون. وطبعاً يعني ما نشعر حتى بالنسبة لنا ما نشعر في معايير الجودة بتاع السمو بتاع العقارب اللي عنده في عملية استخلاصها، في عملية النقل، توفية النقل، موضحش لنا بحاجة إنه بيصدر، في عملية تخزين يعني. وبعدين طبعاً نحن نعرف إن العقارب في إيران، خلينا نقول إيران فيها 60 نوع من العقارب، يعني مجموعة اسمها مش قاتل، أو ممكن 2 أو 3 سموها قاتلات يعني، أو 4 أنواع بالأحرى. في ليبيا كم عندها نوع من العقارب وشنو معتمد على المعايير بتاعهم في ليبيا؟ هل هن يختلفن على بتاع باقي الدول؟ هل نحن عندنا حاجة تميزنا في العقارب اللي عندنا في الصحراء الليبية؟ وبعدين نحن طبعا تقرير نادي الصحفيين الشباب اللي هو الواي جي سي يعني أعلن أن أغلى سائل في العالم يعني هو سائل العقرب، يعني 7000 دولار يساوي الجرار. طبعاً العلاج بتاعه يعني أصبح يعالجه في حاجات كثيرة يعني. فنحن نبي نعرف من سيد حسين، هل هو تعاقد فعلاً مع شركات ولا مازال؟ وال 44 ألف اللي طلبهن، هل هذين يعني حيكونن في وان شوت أو على مراحل؟ أو وكيف حتكون نسبتهم مع المستثمر؟ وهل هو معه تيم ولا هو الوحدة بس يعني في الموضوع حظة؟ يعني خلينا من التيم بتاع الشباب اللي يصطادوا العقارب، خلينا من بس نحكي كتيم تصنيعي أو استخراجي للمصل والأمور هذه. طبعا عندنا في عملية الشركة الفرنسوية اللي اثارها هي هذه اهم حاجة، يعني حاول انه ثاني موجودة فعليا يشرح لنا عليها، يعطينا اسمها، هل تعاقد معها ولا مازال؟ هذه اهم سؤال عندي يعني. شكرا لك. شكرا لك استاذ محمد موسى لأسئلتك. وخلينا دوا نمشوا لقرشنا الثالث، الاستاذ محمد قدح رئيس غرفة التجارة والصناعة طرابلس. استاذ محمد، شنو عندك من أسئلة للاستاذ حسين كافو؟
وراي استاذ حسين حقيقه برنامج جيد استاذ حسين. وانا سؤالي بس انه استاذ حسين دكتور او رجل اعمال ولا مواطن عادي ولا مهندس، يعني ايش التخصص بالضبط؟ هنخلوه هو يجاوب، اسال كل اسئلتك وهو حيجاوب. نعم. السؤال الثاني، هل قام بتجارب قبل في هذا الموضوع وتواصل مع شركات اللي هي تخص شركات الادويه خارج ليبيا ولا داخل ليبيا؟ هل في تواصل معهم؟ ونبوا الجدوى الاقتصادية بتاع المشروع، يعني المستثمر الآن اللي بيخش معه في المشروع ده اللي شنو أرباحها وشنو متوقع ترجيع رأس ماله قبل يعني. جميل، قول لو عندك أي أسئلة قول، لأنه حيكون عنده هو 15 دقيقة باش يجاوب على كل الأسئلة بتاع المستثمرين. لا 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 كافي، أنا بس حبيت بالحب الاطلاع يعني الأستاذ اسكندر كيف انتهى الموضوع بتاعه ولا بعدين تجاوبينه؟ حتقولوا لنا بعدين، هو مازال فقرة العروض في النهاية. اوكي تمام. وخلينا نمشي الاستاذ حسين كافو. مستعد استاذ حسين؟ اكيد ان شاء الله. تمام، حيكون عندك 15 دقيقه تقدر تجاوب فيهم وتقنع فيهم المستثمر. 3 2 1 and go. تفضل. بسم الله. في البدايه بدايه مبارك الله فيكم قناه تبادل، ونرحب بالساده الكرام. احنا خلينا نبدو بفكره المشروع كيف جت باش نوصله للمستثمر. مستثمر شنو مشروعنا بالضبط؟ الفكره الحق جت في سنه 2014، احنا كجمعيه خيريه تواصل معنا بعض الاصدقاء من مباري. الفتره هذيك كانت انتشار العقار بشكل غريب، تواصلنا معاهم وبعثنا لهم. لحظه بنقاطعك استاذ حسين، نوقف التوقيت شويه. نبي نقول لك انك انت ضروري ما تبدا بالاجابه على اسئله المستثمرين، وحاول يعني ما تاخذش راحتك هلبا باش ما يضيعش عليك التوقيت. اوكي اوكي تمام تفضل. تواصلنا فبعثنا لهم امصار. الفتره دي كانت زاد الطلب الحق، فبحثنا احنا قعدت نبحث عن الموضوع هذا، علاش ما عندناش مصنع امصال في ليبيا بالرغم ان الماده الخام موجوده في وهي العقرب. الحق لقيت الموضوع هيوج ما يكلف هلبة، فخشيت ففاتنا دراستي للموضوع، لقيت سم العقرب يكلف يجيب اسعار كويسه، فقسمت المشروع الى مرحلتين. مرحله انا استخرج السم العقرب باش ندير راس مال كويس، وبعدها نديروا مصنع امصال في ليبيا، لان فيش في ليبيا وبعض دول شمال افريقيا. نرد حنجاوب على سؤال الاستاذ حسام، قال هل لديك معلومات على بخصوص الحق؟ احنا وصلنا لمرحله الحمد لله استخرجنا سم العقرب ووصلناه ل طلعنا السم وبدينا بنصدروه للشركات. الحق الشركات طلبوا كميه كبيره، اقل حاجه 20 جرام. العشرين جرام هذه كيف ما قلت لك انها تحتاج من اقل حاجه 10,000 عقرب، احنا درناها 20 لان هذه المرحله الثانيه. انت تعرف ان الالف عقرب كل 3 ايام تطلع جرام واحد، فاحنا قلنا على الاقل في الشهر نطلعه من 20 الى 30 جرام، معناها احتياطي. الموضوع واجهتنا حاجه واحده تكلمت عليها انت، ان هل طلبوا مواصفات؟ ايه طلبوا مواصفات، لان انت تعرف ان في ليبيا احنا الحمد لله عندنا 9 انواع من اصناف من العقارب، عندنا نوعيه ناقصه في العالم وهي اللي قاعده في باري، هي القاتله. هذه الحق عم تشتغلنا عليها، طلعت نسبه فيها مشكله، ان نسبه الشوايب هلبه، فهمت؟ فاحنا حاليا ندرس ان نقصوا نسبه الشوايب. هم تبعتنا العينه لهذه الشركه طلعت فيها نسبه شوايب هلبة، فاحنا تعاملنا مع بعض الدكاتره الحق بارك الله فيهم، هادو يشتغلوا معنا في الموضوع، ان لازم نقصوا نسبه الشوايب، فهمت؟ فتنقيص نسبه الشوايب تعتمد على شنو؟ على عده اشياء، منها اول حاجه عندنا الباور سبلاي هذا واحده من، انت كل ما تزيد الضي أنت تستحل بالعقرب، أنت كل ما نزيد الباور كل ما تزيد نسبة الشوايب. فحاولنا الحمد لله وصلنا لمرحلة كويسة الحق حاليا. السؤال الثاني، هذا السؤال الأول، عندكم سؤال، عندك سؤال ثاني أستاذ حسام؟
انت ما سجلت الاسئله هيك حاضيع عليك الوقت. لا تمام. بخصوص السؤال الثاني ان موضوع تكلفة المشروع انها 44,000، احنا قسمناها ل 44، انا بمعناها منبوشن بمعنى ان 272 ان هذه مرحلتين نقدر نشتغل بال 10,000 عقرب عادي، معنى ما نشتغلوش بال 20,000 عقرب. هذه الفكرة. بخصوص تواصل مع الشركات، وصلنا من عدة شركات والحمد لله فيه تجاوب. فمشكلتنا قلت لك في الكمية، هذه الكمية والشوايب، هذه هي تنقيس نسبة الشوايب. والسؤال الأخير أستاذ قدح، أنا مهندس زراعي وقمت بتجارب وتواصلت مع هالشركات، بارك الله فيك. تمام، بس أنا قبل ما ننتقل لمستثمرينا، يعني أنا نبيك تجاوب على فقرتين مهمات. أول حاجة، العينة بعد ما قللت من الشوائب بمتحها، هل وافقوا عليها الشركات اللي راسلتها؟ لا، ما زال قاعد، ما توصلناش معهم، احنا تو قلت لك نديروا في دراسة عليها. تمام، كم عدد الشركات اللي أبدت اهتمامها بالاستثمار معك؟ والله فيه شركة في فرنسا، وتو حاليا تواصلوا مع واحدة في أمريكا. هل أبدوا يعني إن هم يعني بعثت لهم أنت العينة؟ إيه بعثنا. تمام، خلينا ننتقلوا لي مستثمرينا ونمشوا لأستاذ حسام القماطي، شن رأيك ولو عندك أسئلة تانية؟ تمام. طبعا معلومة إن 9 عقارب هذه معلومة صحيحة، أنا وصلت ورقة بحثية ديرها دكتورة متيريس من قسم السموم في جامعة طرابلس، وكان فيها وصف كامل لكل عقرب من 9 دول، وفعلا في النوع اللي هو ستيموس ترابيروس، هذا الاسم اللاتيني بتاعها، اللي هي تعتبر من ان لم تكن ياندر واحده يعني في السلاسل المطلوبه، يعني هي فعلا موجوده في ليبيا. لكن بس حبيت اصلح بعض المعلومات بخصوص الاوزان. احنا هنا نحكي على مايكرو جرامز، اللي هي 1 مليون طن اوف جرام، مش جرام. في عملية يعني أنت لو تحكي، لو تدير بالعشرين ألف يقولوا لك مش عارف، قلت أنت كل ثلاث، ما كل ثلاثة، يعني الأرقام اللي عندي تختلف بتاتا، بالعكس. سوري. أوكي، خلينا ننتقل للأستاذ محمد موسى، لبن مرجع الأستاذ حسام المطي. أستاذ محمد موسى. أوكي. سيد حسين، أنا ما جاوبش، هل الشركة الفرنسوية تعاقدت معها فعليا ولا ما زالي بتعاقد معها؟ عشان في شركة فرنسوية قالها بالروبوتاج بتاعها، لكن ما هيش عارف هل هي تم التعامل معها أم لا، ما جاوبنيش على السؤال. وبعدين شنو يمتاز العقرب الليبي على باقي العقرب العالم؟ هل عندك أنت يعني فيه ميزة معينة استخرجتوها أو تم اكتشافها بالعقارب الليبية؟ وهل بالنسبة للمهندس حسين، هل يعني في عملية البادجت اللي طالبة أو المبلغ اللي طالبة، هل بيغطي به جميع التكاليف اللي موجودة حاليا أو المطلوبة للتشغيل؟ وهل المبلغ هذا لو تم ضخه، هل كفيل ان هو يوصل المصل لعند المصنع وجاني الارباح ولا مازال؟ وكان باع المصل لعند المصنع، هل هو حينباع عنده خلفيه على المصانع اللي بيبيع لهم؟ هل في الاسعار اللي موجوده الجرام 7000 دولار وكذا؟ يعني هل نحن بعد ما في حاله ان احنا املنا 200 او 250 الف جنيه، خلاص لدينا كفيلات ان يوصل يعني يدير كفر كامل للمشروع ولا لا؟ تمام، شكرا لك. شكرا لك. خلينا ننتقل لأستاذ محمد قدح ونشوفه لو عندها اي سؤال اضافي للأستاذ حسين كافو. لا، انا والله ما عنديش سؤال اضافي، ولا نبي نعتذر منكم لان الحقيقه ضيق علي الوقت وعندي اجتماع متاخر علي لثلاث دقائق الان، فنبي من حضرتك تتواصل معنا بكره ان شاء الله في الغرفه التجاريه باش نبدا نبحثوا الموضوعين، ثلاثين موضوعين زوج جيدين
نبوا دعم ليهم ان شاء الله نقدر نوفقه باذن الله ان شاء الله. وحنتواصلوا معك ما بعد البرنامج. ولا زال استاذ محمد قدة عنده وعده حيدعم مشروعين من برنامج قدوه وحنتناقشوا في الموضوع وحنقول للجمهور في الريكاب في حلقه الريكاب شن صار مع غرفه التجاره والصناعه طرابلس. شكرا لك استاذ محمد قدة. بالتوفيق بالتوفيق. اوكي ونرجع لي الاستاذ حسام القماطي حصلناه مجددا. استاذ حسام ايوه تمام. فالنقطه اللي كنت نحكي فيها موضوع البيع للشركه الفرنسيه يعني لو نحكي يعني هي في شركتين في العالم او ثلاثه في اللي يطلبوا فيهم في فرنسا في لاتو سام بس انا يعني زي ما نقول الموضوع المفصلي بالنسبه لي عملية البيع يعني فلو لو طلعنا كمستثمر حابب يعني إني أطلع على العمليات المفاوضات اللي صايرة ومدى جدية عملية البيع وشو معوقات البيع لأن يعني حسب ما درست حسب ما شفت من أكثر من مصدر إن العائق الحقيقي في نموذج المشاريع هذه اللي هو السبلاير إنه يحصل ديماند يعني إنه يحصل طلب وكيف الطريقة العلمية في عملية التجفيف برضو إن لابد تتم بمواصفات معينة يعني فهذا زي ما نقول هذه النقطة الأساسية بالنسبة لي في اتخاذ القرار الاستثمار يعني في مشروع زي هذا. شكرا لك مستثمرنا استاذ حسام. ونرجع وقبل ما نرجع لحسين كافو ونعطوه يجاوب لازم تعرفنا الاسئله اللي سالوها لك تو المستثمرين اسئله حاسمه فحاول لما تجاوب تكون الاجوبه وافيه باش تقدر تتمكن من اقناعهم. وحسين تفضل عندك الكلمه. اوكي بالنسبه لاستاذ حسام احنا كيف ما قلت تواصلنا مع هذه الشركات الحق كيف ما قلت ان فيه بعض المعوقات واحنا الحمد لله ندرس فيها خاصه في موضوع الشوايب. هم مركزين اكثر حاجه في موضوع الشوايب وموضوع كيف تحفظ كيف تنقل الماده الخام هذه او السم جاف الى الشركه بطريقه عن طريق قنينه خاصه. فاحنا حاليا عندنا مشكله تواصلنا مع شركات في الصين لما يجيبوا لنا هالجهاز فهمت. ومشكله الشوايب الحق كيف ما قلت لك تواصلنا بعض الدكاترة بارك الله فيهم درنا كم تحليل لهذه العينات وحاليا إن شاء الله ماشيين في خطوة كويسة. تمام جاوبت خلاص هي هذه كل الإجابات نتاعك. هذه السؤالين نتاع أستاذ حسام. طب الأستاذ محمد موسى الأسئلة نتاعها نفس الأسئلة لأن هي قريبة من بعض. تمام أستاذ محمد موسى موضوع الشركات هذا نفس تمام أستاذ محمد موسى هل جاوب على أسئلتك؟ لا والله نتأسف ما جاوبش عشان ممكن نكون حسين تقرأ تاريخ شوية لكن تمام. أنا أرد نعاود من جديد بس سؤالي الشركة الفرنسوية هل أنت حضرتك متعاقد معها ولا ما زال ما فيش حاجة اسمها شركة فرنسوية عشان أنا سمعت في البودكاست. الموضوع الآخر هل لحظة استنى لا كمل لا كمل أنت أسئلتك وبعد تالي هو يجاوب. الموضوع الآخر هل الـ 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 العقرب الليبي يمتاز على العقرب الخارجي في هل عندنا ميزة معينة نحن في عقاربنا هل فيها اوبشن معين احنا مش عارفينه تمام. المبلغ ال 200 او 250 الف اللي طلبه حضرتك هل هو كفيل انه يغطي التكلفه كامله ويوصلنا لعند ما احنا نجنوا ارباح ولا مازال في حاجه ثانيه؟ تمام اوكي حسين حاول تستغل وقتك. اوكي بخصوص فيه نوعية معينة صحيح أن خاصة في الجنوب الليبي هذه النوعية نادرة مركزين عليها لأن حتى سعرها غالي من 8000 دولار جرام تاعها إلى 9000 دولار كيف ما تواصلنا مع بعض الشركات. المبلغ بإذن الله حيكفي كيف بيشغل المعمل بإذن الله.
طيب أنا... والعقارب يا حسين شنو يميز عقاربنا؟ انا نبيك تجاوب شنو يميز العقارب اللي بيها والعقرب اللي حكيت عليها هدية الاكثر سميه واللي والنادره اللي موجوده فقط من ضمن التسعه اللي موجودات في ليبيا، شنو الفائده متاع السم متاعها عالميا؟ يعني شنو هو اللي بيديرها؟ الفائده متاعها ان مصلها هذا ناقص، فهمتي؟ ان ناقص عالميا مش موجود، فاستعملوا انت تعرف ان يستعملوا فيه في كمصل للدغ العقارب اللي تسيب تعلدغ العقارب ويستخدم في التجميل وفي علاج الاورام الدماغيه، فهمتي ولا؟ فهذه العقرب هذا بالذات يعني لا مش العقرب هذا، لكن قصدي لانه نادره، هو قصدي خاصه في صناعه المصل، عرفتي؟ ناقص، هذا علاش سعره غالي. تمام، كل التجميل وفي صناعة الأمصال وكذا، لكن هذا نادر جدا، غير متواجد لك في الجنوب الليبي. طيب يقولوا له واجعة. طيب أوكي، أنا بنسألك تو، نعاود نسألك بس بطريقة تانية. الشركات هدية اللي أنت رسلتها وتجاوبوا معك يعني، وأنت طلبوا منك ريكوايرمنت معينة لنوع السم ونسبة الشوائب اللي مفروض تكون موجودة فيه، انت هل يعني هو كان سؤال الاستاذ محمد موسى اذا كان انت تعاقدت معها وقعت اي عقد او لا، اما سؤالي انا حباتك تشرح اذا كان انت وصلت ل يعني انك انت توفر العينه او السم بنفس المتطلبات او الريكويرمنت اللي طالبتها الشركات هديه او لا. تفضل. لا حاليا قلت لك قريب، حاليا ندرس فيه والحمد لله قريب نوصله باذن الله، فهمتي؟ يعني ما زال اوكي. طيب طيب انا حابه نمشي للاستاذه ساره باللمين ونبيها تعطينا رايها في تقديم السيد حسين كافو، وشن رايها في المشروع هدايا؟ استاذه ساره لو ممكن تفتحي المايك. سوري كل مره نفتح المايك. نحيي اول حاجه استاذ حسين، هو مشروع جميل ويبي شجاعه في نفس الوقت، فنحيينا واختار مشروع زي هذا. قبل نفكر كان في مشروع ثاني يعني في ليبيا يختص حتى هو بسم العقرب، وكان مشارك معنا يعني في ستريم، فجبنا العقارب في ستريم بصراحة ما قدرتش حتى نجي جهتهم، فالموضوع محتاج شجاعة. في حاجة النقطة اللي هي ذكرتها حتى أنت مروة، وهي أكثر حاجة حسيت أنه نزيد نعرف عليها، اللي هو أنه راسل الشركات برا، وأكثر حاجة هم ركزوا عليها أنه كان في نسبة شوائب، هو توا يخدم على الشوائب، هو لو في مستثمر استثمر معه وأعطاه المبلغ اللي طالبه اللي هو 270,000، هل هذه حتساعده؟ هل يعني داير خطة أنه ممكن تساعده أنه يحسن من الكواليتي بتاع السم هذا، أو يوصل لنسبة الشوائب اللي هو يبيها، أو شو المحتاج بالضبط يعني باش يدير ريكوايرمنت تاعهم وباش يبدأ يقدر يتعاقد معه؟ شكرا لك سيدة سارة باللمين على رأيك في المشروع، وخلينا ننتقل لفقرة العروض ونبدو بمستثمرنا محمد موسى ونشوفوا شن رأيه في المشروع ولو عنده شيء قدمه لأي من المشروعين. أستاذ محمد موسى. تمام. بالنسبة للمشروع الأول الإكمال السليمان، هو أنا كيف ما نوهت في البداية أنه هو مشروع تطلعه واسع وكبير جدا والفكرة جميلة جدا، بس أنا نصور أن نحن كمستثمرين صعب أن نخوض تجربة كيف هذه إلا بمساندة الدولة، يعني مثلا كيف غرفة الصناعة والتجارة، كيف مثلا ممكن واحد من البنوك، نحن نقدر نبعد داعمين زيادة يعني، لكن الحقيقة المبلغ المطلوب نوعا ما كبير والرؤية تبي شوية توضيح، فأنا نصور كان دعمات جهة حكومية أنا كمستثمر أنا حاط. شكرا. تمام. طيب والمشروع الثاني؟ تمام. بالنسبة للسيد حسين كافو، مشروع ممتاز، وأنا يعني أنا بالنسبة لي يعني مشروع نقدر نستثمر فيه، بس لكن يعني كان بعدين ونكون أنا وياها يعني يعطيني توضيحات أكثر، نبغى نعرف نسبة المشاركة بكم حتكون، نبغى نعرف هل هو أساس للشركة أو مجموعة الموضوع حظة بحيث تقعد تحت المظلة بتاعها،
يعني لكن بالمجمل ما فيش بس. تمام، شكرا لك. وهيك تعتبر موافقه مبدئيه للاستثمار في مشروع اس بي ال ليبيا من قبل المستثمر حمد موسى. ونمشوا للاستاذ حسام القماطي، شنو عندك من عرض لاي من المشروعين؟ بالنسبه لي طبعا شكرا سيد سليمان على تقييمك، ويعني الموضوع اخذ مني مده بس عشان نفهم البيزنس موديل، وزي ما شرح زميلي يعني الموضوع محتاج اكثر من ستيك هولدرز يعني بصراحه، خصيصا يعني جهات ريجوليترز. يعني الموضوع لما انت بتسجل براءة اختراع لابد تحفظ، انا كمستثمر يعني لابد نحفظ حقي، ويعني اهم نقطه في الموضوع هذا موضوع حمايه الملكيه الفكريه طبعا، بحكم انه فيه اكتشافات وفيه موضوع يعني انوفيشن انفولفد. وزي ما احنا عارفين يعني لحد الان الموضوع هذا مازال مش ثابت في ليبيا، ف يعني من ضمن صوتي لصوت زميلي لابد من وجود جهه حكوميه داعمه للمشاريع زي هذه على خاطر ترى النور. يعني مع ان نشد على ايدك، وبصراحه يعني الشباب زيكم مهمين جدا في دفع عجله الاقتصاد يعني. فهذا بالنسبه للمشروع الاول. بخصوص المشروع الثاني، مستعدنا لعمليه الاستثمار في حاله وجود ميموراندوم اوف اندرستاندينج MOU بينكم وبين اي شركه تضمن فيها الشركه ان هي تاخذ كميات، عدد الكميات، شروط بالنسبه لل الشروط بالنسبه للدليفريز بالنسبه لها، خصيصا في موضوع الشوائب اعتقد ان الرقم 92%، فحابب برضه انه يكون عندي فيزابيليتي بالنسبه للشوائب تبعكم حاليا، من هو فريق العمل الفني، كيف عمليه توثيق اللي هي البروسيس كامله، الاجراءات القانونيه بالنسبه للدوله الليبيه في عمليه توريد هذه السموم المجففه. يعني اول ما نفهم الموضوع هذا انا مستعد يعني للاستثمار بالشروط اللي ذكرها. تمام، وبهيك نبدا عندنا موافقه مبدئيه ثانيه لمشروع اس بي ال ليبيا. طبعا حنقوم بالتواصل مع الاستاذ محمد قدح ونشوف شن رايه فكره المشروعين ونقول لكم بالنسبه للحلقه القادمه. شكرا لضيوفي، ونحب نبارك مبدئيا لمشروع اس بي ال ليبيا العروض المبدئيه للاستثمار من قبل مستثمرين اليوم. وحاب نقول لسليمان فكرتك اكبر من الصندوق، وانا متاكده ان حتلاقي المستثمر المناسب، وحنتواصل معك بخصوص محمد قدح. اعزائنا المشاهدين، شكرا لكم لمتابعتنا، وان شاء الله تكون الحلقه نالت اعجابكم. ما تنسوش ديروا شير لبث اللايف وتعطونا ارائكم البناءه زي العاده. على امل اللقاء بكم في الحلقه القادمه، وريكاب تام على كل المشاريع وكل الاستثمارات اللي صارت في برنامج قدوة. ما تبخلوش علينا بآرائكم. استودعكم الله، مع السلامة. لازم ما تشوف القدام وتفكر برا الصندوق، كل واحد عنده أحلام.